أولى نشرتنا الإخبارية من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التدقيق في ملابسات حادثة تهريب 5 مساجين من السجن المدني بالمرنقية أول أمس الثلاثاء، وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم مع تحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات. رئيس مجلس نواب الشعب يشدد على ثبات موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية، وأن تونس قيادة وشعبا ضد التطبيع ولا تعترف يوما بالكيان الصهيوني، خلال جلسة عامة خصصت اليوم لمناقشة مشروع تجريم التطبيع. أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهر. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية كمال لفقي أن هروب مساجين من السجن المدني بالمرناقية هو عملية تهريب وليس فرارا، وكان قد جمعه لقاء قبل ذلك برئيس الحكومة أحمد الحشاني، شدد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة تطهير الإدارة من المندسين لأنهم أصبحوا يهددون أمن البلاد. وخلال لقاء آخر بوزيرة العدل ليلى جفال، طالب رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في محاسبة من نفذ ومن خطط لهذه العملية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ أمس أو أول أمس فرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية. ليلى جوادي والتقرير التالي. عملية تهريب وليس فرارا، هكذا وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد ما حصل في السجن المدني بالمرناقية، في إشارة إلى هروب 5 عناصر خطيرة متعلقة بها قضايا إرهابية، وذلك خلال لقاء جمعه أمس بوزير الداخلية كمال لفقي. كما أكد رئيس الجمهورية أن الصور التي تم بثها ليس لها علاقة بالواقع، وهدفها تحويل وجهة الأبحاث. عملية التهريب ليست عملية فرار، والصور التي تم بثها لا علاقة لها بالواقع إطلاقا، وكان الهدف من بث هذه الصور التي ما كان لها أن تبث أصلا هو تحويل وجهة الأبحاث. كل القراءة وكل الدلائل تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة. وشدد رئيس الجمهورية أيضا على أن ما حصل هو تقصير من قبل جملة من الأجهزة أو الأشخاص، مؤكدا ضرورة ملاحقة المقصرين والمتورطين ومحاسبتهم. ما حصل ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس، وهناك تقصير من قبل جملة من الأجهزة أو من الأشخاص، ولا بد من أن تتم ملاحقتهم وتتم محاكمتهم. ومن يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وبتواطئه مع الأطراف في الداخل، نقول له أن الدولة لا يمكن إرباكها. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة تطهير الإدارة، موضحا أن بعض الانتدابات باتت تهدد أمن البلاد. تطهير الإدارة، لأن ما نندس فيها حتى بأسماء، غيروا أسماءهم واندسوا داخل الأجهزة الأمنية. هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة. تطهير الإدارة ومراجعة الانتدابات كان أيضا محور لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة أحمد الحشاني، فقد دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات التي حصلت داخل أجهزة الدولة، التي فضلا عن أنها إهدار للمال العام فإنها صارت تمس من أمن الدولة، موضحا أن ما حصل أمس الأول في عملية تهريب عدد من المساجين يدل على خطورة هذه الانتدابات، إضافة إلى ارتباط عدد من الجهات بدوائر خارجية هدف استهداف الدولة والسلم الداخلي. وخلال لقاء آخر جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت أمس الأول في السجن المدني بالمرناقية، وتحميل كل طرف مسؤوليته في أسرع الأوقات، مشددا على ضرورة التوصل إلى منفذي عملية التهريب ولمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج.
مع استمرار الاعتداءات الهمجية واللا إنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يناقش اليوم النواب مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق شدد رئيس مجلس نواب الشعب أن تونس قيادة وشعبا ضد التطبيع ولا تعترف يوما بالكيان الصهيوني. مفيد المجري والتقرير التالي. في رحاب المؤسسة التشريعية وتحت قبة البرلمان، مثلت القضية الفلسطينية المسألة الأهم التي يناقشها النواب اليوم في ظل استمرار الاعتداءات الهمجية واللاإنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل طيلة 27 يوما دون هوادة. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن العالم بأسره يشهد أكبر الجرائم التي تقترف في حق الإنسانية قاتبة، وأن المستهدف الرئيسي هي الأمة العربية بأكملها من خليجها إلى محيطها، منددا بصمت بعض قيادات الدول العربية عن ما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني. في المقابل شدد رئيس مجلس نواب الشعب على ثبات موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية. وفي تونس والحمد لله أرجعنا البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، وأن في تصريح رئيس الدولة من أن التطبيع خيانة عظمى هو تصريح أخلاقي وسياسي أرجع الأمور إلى نصابها وأرجع إلى سبل معرفة أهداف الصهيونية في هذه المنطقة، فاختزال الصراع في أنه إسرائيلي فلسطيني هذه مغالطة للتاريخ. الصراع هو عربي صهيوني. رئيس مجلس نواب الشعب أكد أيضا أن تونس قيادة وشعبا ضد التطبيع ولا تعترف يوما بالكيان الصهيوني، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. فأننا نؤكد من مجلس نواب الشعب وأن شعبنا في تونس يتوهم من يفرض عليه سياسة الخنوع والهزيمة، فسنبقى على موقفنا الثابت من أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا، وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر، واسترجاع كامل الوطن واسترجاع كامل الأرض، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل الأرض وعاصمتها القدس الشريف. ولا حاجة لنؤكد وأنه والحمد لله اليوم هناك تناغم تام، بل تطابق تام بين موقف رئيس الدولة وموقف مجلس نواب الشعب وتطلعات الجماهير. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل، عرضت لجنة الحقوق والحريات مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لما في ذلك من تناغم وتطابق بين سياسة الدولة ومطالب مكونات المجتمع التونسي. نحن لجنة الحقوق والحريات نثمن ما أبداه أعضاء مجلس النواب من موقف مشرف ونزيه اتجاه القضية الفلسطينية، وما قام به أعضاء اللجنة وكل الزملاء من جهة مبادرة وكتل برلمانية وأعضاء غير منتمين بإثراء عمل اللجنة بعدة مبادرات ومقترحات قيمة تعبر عن اعتزازنا بانتمائنا العربي وتمسكنا بموقفنا تجاه الشعب الفلسطيني. هذا المقترح الذي ترجم الهبة الشعبية ومطلبها بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وجاء متناغما مع الموقف السياسي العام للدولة التونسية ومع موقف
سيادة رئيس الجمهورية. وقد شدد النواب في مداخلاتهم على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس، وشدد بعضهم على أن موقف الدولة التونسية مشرف للأمة العربية بأكملها. نفذ اليوم الأساتذة والمعلمون النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والقطع مع التشغيل الهش، رافعين شعارات تطالب بالتسريع في تنزيل الدفعة 23 من الأساتذة والمعلمين المتعاقدين حسب الاتفاقية الممضاة مع وزارة التربية. تحرك مشترك جاء للتنديد وفق المحتجين بتواصل سلطة الإشراف عدم الجدية في التعامل مع ملفاتهم. في إطار تنزيل العقد المناظر كصيغة تعاقدية بين الأساتذة النواب والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين، أن ننفذوا تحرك مشترك اليوم. هذا العنوان الأكبر، أنه الحقيقة نقطع مع تشغيل الهش كما تفضل وتحكي السيد الوزير، والقطع مع تشغيل الهش راهو يجي في إطار تنظيم عملية تسوية الوضعية مع المعلمين والأساتذة النواب. نأمل أنه يصير رد معناها واضح وصريح من قبل وزارة التربية. في المقابل عندنا زملائنا معناها أعمارهم تجاوزت 50، معنيين بتسوية معناها في العمر. عندنا يعني زملائنا الأورباص 16-24 إلى حدود اللحظة، وزارة التربية تحكي على الرقمنا والبرمجيات، ما عندهمش قاعدة بيانات بأي تصور. عندنا يعني زملائنا معنا صارت لهم أخطاء إدارية، عندهم اعتراضات إلى يوم الناس هذا، معناها وزارة التربية ما نظرتش فيهم. في أخبار الرياضة، تغلبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا على تشيكية ماركيتا فاندروسوفا بمجموعتين دون رد في مباراة جمعتهما ضمن نهائيات بطولة رابطة محترفات التنس المقامة بكانكون المكسيكية، ونجحت أنس جابر في الإبقاء على حظوظها في المنافسة على لقب البطولة بعد أن خسرت في المقابلة الأولى ضد الأمريكية كوكو غوف. وستلاقي أنس جابر في الجولة الثالثة غدا البولونية إيفا سفيونتك. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, you know, the Palestinians. And man, I cannot be happy with just this win. Just well, what's happening? I'm sorry, guys. It's supposed to be about tennis, but it's very frustrating. Looking at the videos every day, so I'm sorry. It's not political message here. Just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it. إذن وصرحت أنس جابر إثر مباراتها مع فاندروسوفا وبكل تأثر بأنها ليست سعيدة بالفوز، قائلة إنه من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم في فلسطين، إنه أمر مفجع. وأضافت أنس جابر بأنها قررت التبرع بجزء من جائزتها المالية لمساعدة الفلسطينيين، وختمت تصريحها بالقول بأن رسالتها ليست سياسية وإنما إنسانية، فهي تريد السلام في هذا العالم. حقق فريق ساري بروك الناشط في الدرجة الثالثة مفاجأة كبرى بإقصاء بايرن ميونخ من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، ونجح ساري بروك في الانتصار على بايرن ميونخ بنتيجة 2-2. وسجل سونثايمر وغوس الهدفين، أما هدف بايرن الوحيد فتحقق بواسطة توماس مولر. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التدقيق في ملابسات حادثة تهريب 5 مساجين من السجن المدني بالمرنقية أول أمس الثلاثاء وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، مع تحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات. رئيس مجلس نواب الشعب يشدد على ثبات موقف تونس تجاه القضية الفلسطينية، وأن تونس قيادة وشعبا ضد التطبيع ولا تعترف يوما بالكيان الصهيوني، خلال جلسة عامة خصصت اليوم لمناقشة مشروع تجريم التطبيع.
ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة نشراتنا الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.